يعني انا سعيده ان احنا ابتدينا معاك وما شاء الله يعني موضوع الاغاني الوطنيه لما تغنوا اغاني وطنيه على مسرح دار الاوبرا وانا عارفه ان انتوا كمان بتسافروا للمحافظات مع الفرقه الناس بتتفاعل ازاي لانه يعني على مر الزمن ومن الاحتلال بعد كده الثوره والاغاني الوطنيه يعني هي اللي بتحرك الناس طبعاً. وبتقوم الثورات ويعني دايما بتكون ذكرياتنا ليها علاقه بالاغاني دي من ايام سيد درويش والناس بالزبط. يعني الاغنيه الوطنيه بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا طبعا وخاصه في الاعياد كمان بيبقى في يعني في حفلات دلوقتي شغاله في دار الاوبرا في مناسبه 30 يونيو والناس المسارح بتبقى على اخرها كل مسارح دار الاوبرا الناس بتغني معانا كل اغنيه بنبقى طالعين فعلا عندنا كتله حماس كاننا واقفين على الحدود فعلا كاننا الناس بتبقى معانا بيبان قوي في عينيهم واحنا بنغني فاحنا بناخد النظره اللي في عينيهم دي بنتشجع اكتر بنقول بباور اكتر فلا بصراحه على طول معانا في الاغاني دي يعني حنان انت الاغنيه الوطنيه بالنسبه لك ايه وهل حضر لكم مثلا حد من اهالي الشهداء لانه كنا بنشوف كتير جدا انه على مقاطع الاغاني دي ودموعهم طبعا بتكون سابقاهم والاغاني الوطنيه دي اكيد بتاثر فيهم بشكل خاص يعني بالظبط هما مناسبتين بتخليني انا شخصيا ممكن اعيط وانا بغني على المسرح اغنيه وطنيه او اغنيه للام تحديدا الوطنيه بمناسبه الحلقه النهارده عشان بتدينا باور جامد بتدينا حماس بتحس ان انت وانت بتغني جسمك ما اشعر والناس بيدوكي الباور ده فعلا ومع التسقيف مع غناهم معاكي فبتحسي فعلا بالوطنيه بتحسي ان لا دي حفله غير كل الحفلات اللي هي اغاني عاطفيه وكده بيبقى ليها يعني سيستم وطابع خاص ايه اقرب الاغاني الوطنيه لقلبك بحب في لحن اسمه بحبك يا مصر بتاع فايزه احمد ده بحبه جدا بيلمسني جدا يعني طب رحب احكي لنا كده الاغنيه الوطنيه ايه بالنسبه لك واول اغنيه وطنيه غنيتيها ايه احنا بنسافر فعلا جوه مصر طبعا في اوبرات كتير وده من حظنا الحلو يعني ودي حاجه مش كل المصريين عارفينها للاسف المفروض يعني يتابعوا موضوع الاوبرات الكتير اللي احنا يعني ربنا انعم علينا احنا دي. عايزين نتكلم بتفصيل طبعاً. عن الرحلات دي طبعا بس احنا كمان بنسافر بره مصر والاغنيه الوطنيه عموما احنا طبعا شعب عاطفي مصريين كلهم بس لما بيبقى في مناسبه زي محمد ما قال وبنبقى طالعين في حفله ليها مناسبه ايا كانت المناسبه الوطنيه الناس بتتاثر جدا واحنا كمان يعني خلاص التاثر بيبقى حال عام لكن لما بنسافر بره مصر للجاليه المصريه ونغني اغنيه وطنيه في غير مناسبه يا الله لانه بيبقى عندهم حنين كبير طبعا بالظبط مش ممكن عياط بقى وهم بيبداوا يغنوا وبصوتهم اعلى فبتبقى حاله احنا عموما عاطفيين واحنا بنحب بلدنا قوي ده بيميزنا احنا الشعب المصري يعني ف هي ما فرقتش كتير اغنيه الام عن اغنيه البلد لانه احنا بنتعامل مع بلدنا من نفس المنطق بتشوفي انه اي مغني يقدر يغني اغاني وطنيه ولا الاغاني الوطنيه زي ما ليها كتاب معينين وليها ملحنين معينين لازم كمان في مطرب معين يقدر يعمل ده مطرب والله بصي انا بشوف انه اي حد بيغني من قلبه يقدر يغني اي حاجه في الدنيا لان هو الغنى من القلب بيدخل القلب الاغنيه الوطنيه لو ما طلعتش من جوه ما تبقى نشيد لكن الاغنيه الوطنيه لما بتطلع من القلب طبعا بتبقى حاجه عظيمه يعني هل الموضوع له علاقه مثلا بارتباطها بذكرى ما عند الناس يعني ايه اكتر سبب ممكن ينجح اغنيه وطنيه وسبب تاني يخليها اغنيه تمر مرور الكرام في اغاني احنا اتربينا عليها من واحنا صغيرين يعني احنا فعلا بنبقى الراديو شغال على الاغاني القديمه بس اذاعه الكبار وكده فاحنا متربيين على اغاني شاديه متربيين على بالاحضان متربيين على يا حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر بالزبط. طبعا فالحاجات دي متربيين عليها فتلاقيك انت حافظاها غصب عنك فبتتاثري غصب عنك هنا سمعاها او بره مصر او في اي حته بتتاثري والاحداث يعني. كمان يعني اتعودنا برضو طبعا احنا ما كناش موجودين بس اوقات الحروب مثلا عبد الحليم وام كلثوم وعبد الوهاب كانوا بيكثفوا جدا الانتاج الفني في المنطقه دي فاحنا لغايه النهارده بنعيد اغانيهم ودي طبعا محفوره عند الناس اللي عاشوا الايام ذكريات النكسه وذكريات بعد كده فتعودنا أكتوبر. طبعا اتعودنا بقى كشعب انه الاغاني الوطنيه دي كلها مرتبطه باحداث اول ما بتيجي الذكرى والتاريخ ويسمع الاغنيه في الميعاد ده خلاص كده يعني اتحركت جواه حاجه طب لو هتختاري اغنيه من الاغاني الفتره دي كنت تختاري ايه تبقى اغنيه من دلوقتي من الحديث يعني لا مش من الحديث الفتره القديمه
حاجة من القديم. بحب الأغاني الوطنية. إيه يعني؟ بحب حاجات كتير قوي. عبد الحليم عنده نصيب بالأسد طبعاً. بس أنا بحب أم كلثوم كمان قوي. فهي عندها حاجات كتير. عندها مصر تتحدث عن نفسها, وعندها صور, وعندها هي طبعا غنت كتير للمجهود الحربي ولفت الدنيا كلها عشان تساعد البلد. ما عندناش بصراحة أغاني وطنية وحشة. محمد فوزي عمل حاجات عظيمة. كلهم الحقيقة كانوا بيبدعوا, بالذات في دي. يعني حتى لو في أغنية عاطفية جلت مع حد, الأغاني الوطنية أبدا بتلاقي كل حد عنده يعني قدر كبير من الاغاني الناجحه الوطنيه. لازم بتبقى ناجحه بتتعمل. واعتقد انه كمان الظروف اللي بنبقى بنعدي بيها في المرحله اللي اتغنت فيها الاغنيه. أيوة. يعني بالزبط. بتخلينا كلنا مجتمعين على حب البلد في الوقت ده. صحيح. مهما كانت الظروف. أيوة. لغايه دلوقتي.